ولمزيد من النقاش حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة والموقف الأمريكي في ظل استمرار الحراك الطلابي في أمريكا والغرب، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي. كما أرحب بك أستاذ ماهر، مرحبا بك. كما ينضم إلينا من بيروت عبر الخط الهاتفي عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ طارق عكاوي، مرحبا بك سيد طارق. أهلاً وسهلاً بكم. أبدأ معك أستاذ ماهر عن السؤال، في اليوم 210، يعني نحن نتكلم عن تمام 7 شهور من العدوان المتواصل على قطاع غزة، الجيش الصهيوني يواصل قصفه لمناطق في القطاع لا سيما في مدينتي رفح وخان يونس، ورفح هي مدينة يعني العدوان فيها محتمل وقوي كما يهدد الاحتلال ويكثف ضرباته في المحافظات الجنوبية. هل تعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في عمليتها العسكرية برفح؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد بنيامين نتنياهو هو غير معني يعني بإنهاء هذا العدوان على شعبنا وبإنهاء جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق شعبنا للشهر السابع على التوالي. من الواضح أن بنيامين نتنياهو بالأخص غير معني يعني بإنهاء هذا الحرب وإنهاء هذا العدوان، وهو يواصل حرب الإبادة بحق شعبنا داخل قطاع غزة ويواصل عدوانه وقتل المدنيين والأطفال والنساء. والتهديد اليوم يعني الإسرائيلي بشكل واضح باقتحام مدينة رفح، ورفح هي يعني فيها أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني غالبتهم من النازحين من المناطق المختلفة داخل قطاع غزة والتي شهدت يعني حملة برية وقصف وقتل واستهداف لأبناء شعبنا وتدمير للبنى التحتية. وبالتالي يعني حتى يعني الحديث عن حملة برية، ولكن القصف يومي على مدينة رفح، هناك تكثيف يعني كما نتابع قصف هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم لمدينة رفح، وهناك العديد من شهداء أبناء شعبنا. اليوم نتحدث عن أكثر يعني نقترب من 35,000 شهيد فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال. وبالتالي اليوم يعني واضح الإسرائيلي حتى في ظل الحديث عن صفقة تبادل والحديث عن يعني تفاهمات وأيضا يعني في وساطة المصرية والقطرية وما يقدم ويطرح على المقاومة الفلسطينية، لكن واضح بنيامين نتنياهو يعني ربما يعني يتحدث أو يستغل الحديث عن عملية برية في رفح. السبب الأول أعتقد أنه لا يريد، وهو غير معني بنيامين نتنياهو بشكل واضح بإتمام صفقة تبادل وتحقيق اتفاق النار، وايضا هو يسعى يعني باستغلال هذه الورقه، وربما احد ايضا يفسر ان استخدام بنيامين نتنياهو لورقه يعني التهديد بعمليه بريه في رفح هو في اطار الضغط على المقاومه الفلسطينيه، لكن اعتقد هو في اطار افشال اي صفقه لوقف هذا العدوان على شعبنا وافشال اي صفقه لاطلاق الاسرى الاسرى الاسرائيليين داخل قطاع غزه. وبالتالي اليوم بنيامين نتنياهو يتلاعب في المجتمع الاسرائيلي وبعائلات الاسرى الاسرائيليين ويتلاعب حتى مع العالم، وبالتالي هذا كله ياتي في اطار موقف دولي وتصاعد للحراك الداعم والمساند لابناء شعبنا داخل قطاع غزه. يعني استمرار العدوان واستمرار الاباده الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزه هذا يعني تصاعد في الموقف الدولي الداعم والمساند، وهذا ما نشهده حاليا في امريكا والكثير من الدول العربيه خاصه فيما يتعلق بالحراك الطلابي. نعم أستاذ طارق، فيما يتعلق بالحراك الطلابي، هو حراك قوي بدأ في جامعات أمريكية والآن في بعض الجامعات الأوروبية، في فرنسا وفي غيرها، في بريطانيا. كيف يمكن تقييم هذا الحراك الذي يعامل بمعاملة قاسية شرطية تنم عن حقيقة الديمقراطية، إذا ما كانت هذه الحركات والمظاهرات والاعتراضات تستهدف سلوك الاحتلال الوحشي والجرائم التي يقوم بها والإبادة الجماعية في قطاع غزة، يظهر جليا حينها نوع الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان الموجودة في تلك الدول؟ يعني تعتبر أخي الكريم المظاهرات هي ليست أو الحراك هذا ليس حراكا طلابيا فقط، إنما هو حراك جامعي، لأن مجموعة من الإداريين ومن البروفيسورز ودكاترة الجامعات انضموا إلى هذا الحراك وأيدوا الحراك الذي بدأ طلابيا، وبالتالي نحن نرى حراك على مستوى الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية، وهذا مؤشر ممتاز لقضيتنا الفلسطينية على قاعدة أن هؤلاء الطلاب هم أهل المستقبل، هم
يعني من يقودون عمليا السياسة والاقتصاد في المراحل القادمة. وبالتالي هذا انتصار كبير لقضيتنا الفلسطينية. علينا التركيز على هذا الأمر والتعامل معه حقيقة بجدية. نأمل من جامعاتنا العربية المكبلة والمقيدة أن تتحرر من قيودها كما تحررت الجامعات الأوروبية من هذه القيود. نأمل من الشباب الذين حقيقة هم شعلة المستقبل وهم أصحاب المبادئ والقيم التي تربوا عليها ولا زالوا لم يختلطوا بأوساخ الحياة ولا زالوا إلى غاية الآن يعني لم يمارسوا العمل السياسي القذر التي تمارسه بعض الحكومات. وبالتالي نحن نرى إن شاء الله رب العالمين أن هذا الأمر له سيكون له تداعيات إيجابية على قضيتنا. أما في موضوع الديمقراطية والحرية فهذا هو حقيقة يعني هذه الديمقراطية والحرية وكل ما تغنى به الغرب سابقا إنما كان يقصد به حقيقة المواطنين يعني حسب الأجندات أو حسب السياسة التي تتبعها الدولة. رأينا الديمقراطية كيف تجلت ومفاهيم حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية فيما خص الحروب فيما بين روسيا وأوكرانيا، ورأينا كيف يتم التعامل بطريقة مغايرة فيما يعني الحرب الإسرائيلية على أهلنا في غزة. لذلك مسألة القيام ومسألة الاتفاقات الدولية وما إلى ذلك تعتبر مسألة فضفاضة عند الغرب يتم تجيرها وتحويرها حسب المصالح التي هو يراها. نعم هذا واضح. في نفس النقطة نحن اليوم أستاذ طارق ابقى معي لو سمحت. نعم ابقى معي. لا يفوتنا اليوم حقيقة يعني تهنئة صحفي فلسطيني الذين نالوا جائزة الصحافة اليوم. نعم. على عملهم وصمودهم وصبرهم، ونعزي شهدائهم الذين تجاوزوا 140 شهيدا عدا عشرات الجرحى، وأيضا نعزي الصحفيين الذين فقدوا الأهل والأحبة وقدموا نموذج راقي حقيقة في التغطية الصحفية في ظل الحروب. وإذا كانت الاتفاقات الدولية سابقا حقيقة تكلمت عن حق الإعلام وحق الصحافة في ممارسة عملها وتغطية الحرب وتغطية يعني والتغطية أثناء الحروب، إلا أن هذا الأمر لم نراه في فلسطين، فقد كان يتم حقيقة استهداف الصحافة واستهداف الصحفيين بشكل مباشر ومتعمد. ونحن نعلم أن حجم التقنية والتكنولوجيا التي تستخدمها إسرائيل في موضوع الاستهداف الذكي كان يمكن أن يتجنب قتل الصحفيين الذين كانوا دائما يضعون شارة الصحافة ويلبسون درع الصحافة وما إلى ذلك، ومع هذا لم يتم تجنبهم. أرجو أن تبقى معي يا أستاذ طارق، سأعود إليك لاحقا. أعود إليك أستاذ ماهر، كما تفضل أستاذ طارق سبقنا للحديث عن الصحافة والصحفيين، ومن أهداف استهداف العدو للصحفيين هو تغييب الصورة والصوت الفلسطيني بشكل واضح، ونوع من العقاب لهؤلاء الصحفيين الذين يعملون على مدار الساعة دون توقف رغم ضعف الإمكانيات ورغم العدوان المتواصل. وقد رأينا يعني ماذا فعل في كثير من الحالات للصحفيين بهدف التغييب والقتل، ومع ذلك نجد بأن السردية والرواية الفلسطينية تتسع رقعتها، تنتشر بشكل أكبر وأقوى، والطلاب في أمريكا وفي الغرب يهتفون بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر. يعني كيف يمكن تقييم هذا الأداء الصحفي الفلسطيني خلال 7 شهور؟ يعني بكل تأكيد منذ 7 من أكتوبر هذا الاحتلال الإسرائيلي حاول جاهدا أن يروج لأكاذيب ويروج لروايته فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر، لكن حقيقة من خلال الجهود التي يبذلها زملائنا الصحفيين داخل قطاع غزة تحت الموت، يعني منهم من فقد حياته، منهم من تعرض للإصابة، وكان هناك جرائم قتل متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين داخل قطاع غزة. اليوم العالم كله يشاهد ما يجري داخل قطاع غزة من حرب إبادة. ما الذي حرك جنوب إفريقيا لترفع دعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي أنه يرتكب جرائم إبادة سوى هذه المشاهد التي نقلتها يعني عدسات الناشطين والصحفيين زملائنا داخل قطاع غزة؟ ما الذي يحرك اليوم الطلاب هذه الشريحة المهمة داخل المجتمع الأمريكي لتقول لا للسياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي؟ من الذي يحرك الشعوب الأوروبية والغربية
ما الذي اوجد شرائح اخرى تدعم القضيه الفلسطينيه؟ هذه الشرائح لم تكن تهتم في السابق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي سوى هذه المشاهد وهذه الاباده التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي. الاحتلال الاسرائيلي استهدف كل من يعمل داخل قطاع غزه من صحفيين واعلاميين ووسائل اعلام ويحجب يعني يواجه الروايه والسرديه الفلسطينيه بالقتل، لكن اصرار زملائنا الصحفيين داخل قطاع غزه على نقل الحقيقه والعمل ورفض الكثير منهم رفض الخروج من داخل قطاع غزه رغم توفر الفرص لهم للخروج من داخل قطاع غزه، الا ان بقائهم داخل هذا القطاع لينقلوا صوت وصوره هذه الاباده الجماعيه التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي. هذه الاباده وهذه الكاميرات التي نقلت كل اشكال القتل واستهداف ابناء شعبنا داخل قطاع غزه هي التي حركت العالم، هي التي يخشى الاحتلال الاسرائيلي، هي التي اجبرت اداره بايدن في كثير من الاحيان على اصدار مواقف يعني تطالب وتندد بالعديد من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي. هذه المشاهد حقيقه اليوم دور الاعلام دور مهم في تسليط الضوء على ما يجري، يعني اليوم الاعلام الصحفيين والنشطاء داخل قطاع غزه دورهم مركزي في يعني رد هذا العدوان على شعبنا من خلال نقل حقيقه الاجرام وان يرى العالم كيف يقتل هذا الاحتلال الاسرائيلي شعبنا الفلسطيني. اليوم نحن امام جرائم اباده لم تحدث في التاريخ كما تحدث اليوم في داخل قطاع غزة. الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما وهو يتعرض للمجازر والإبادة، وبحسب كل ما يصدر من وسائل الإعلام بالفعل اليوم شعبنا الفلسطيني منذ 7 أشهر داخل قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة وقتل وتدمير، ويشاهد العالم من خلال يعني وسائل الإعلام المتواجدة داخل قطاع غزة ومن خلال الناشطين والصحفيين الذين يبذلون أرواحهم وأرواح عائلاتهم في سبيل أن يوصلوا صوت الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة إلى العالم. يتحرك اليوم الضمير العالمي مواقف دولية، اليوم الموقف الدولي يتغير باتجاه أن تكون القضية الفلسطينية وأن تعود القضية الفلسطينية، وهي قد عادت. إن القضية الفلسطينية القضية العالمية اليوم، هناك شرائح مهمة اليوم تعلن تضامنها مع شعبنا الفلسطيني، هناك حراك دولي ضاغط على هذا الاحتلال الإسرائيلي ليوقف جرائمه. اليوم هذه الجرائم التي وثقتها الكاميرات داخل قطاع غزة اليوم هي أكبر دليل على أن هذا الاحتلال الإسرائيلي يرتكب حرب إبادة. اليوم بنيامين نتنياهو يخشى أن تكون هناك مذكرات اعتقال تصدر عن محكمة الجنايات الدولية هنا في راهاي ضد نتنياهو وزير الدفاع ورئيس أركان. ما الذي يخشى نتنياهو؟ أن هذه الكاميرات وهذه الجرائم وثقت بخلاف ما حدث في نكبة فلسطين عام 48، لم توثق الجرائم بحق شعبنا، بينما اليوم هذه الإبادة موثقة، وبالتالي بنيامين نتنياهو وهذا الكيان الاسرائيلي والذين يعني يقتلون شعبنا داخل قطاع غزه يخشون المحاكمه الدوليه، وبالتالي هم يستهدفون الصحفيين داخل قطاع غزه، وبالتالي نحن نحيي نترحم على شهداء الصحافه الفلسطينيه داخل قطاع غزه ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونحيي صمود الصحفيين ابناء شعبنا داخل القطاع. شكرا لك أستاذ ماهر حجازي المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية. شكرا للأستاذ طارق عكاوي عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني.